دموعي أحجام عقول لوامعي وحزني أبهى من صروح الجوامع فإني أعد النوح والدمع والأسى عقيدتي الأبهى وأسمى شرائعي فيا من ترى نوحي شكاية عاجز ودأبي على التنحاب حجة خانع أنا زينب شيخي إذا قيل كربلاء وزين عباد الله أعلى مراجعي وما قيمة الإنسان إن هل عاشر ولم يكن في يوم الحسين بجازعي إن فؤادا لا يذوب لفقدي حرام عليه المكث بين الأضالع فإن كان حالي بعد ألف كما ترى كم سنة مرت خفت الونة شوف شلون انت بمحرم نفسك محموم قلبك مهموم فإن كان حالي بعد ألف كما ترى فما حال من عاشت بتلك المصارع ويلي وما حالها والشمر يلهب متنها حتى على أخوها ما خلوها تنوح وما حالها والشمر يلهب متنها ويسلب لؤمان طاهرات المقانعين